القتال بالنسبه للديسك هذا اكزامبل ديال الديسك لي زوم كنعطي يعني كيكون وفي الاصل خصو يكون ناقص شويه الكيلوغراماج ماشي على حساب حيت هنا مزيان 1.75 بوغ لي زوم هنا خصو يكون ناقص بالنسبه لي فان هذه بالنسبه لا فورس سبيسيفيك هنايا فورس ماكسيمال دي ترون بغيت نعرف لا فورس ماكسيمال ديال لو ترون مثلا ديفلوبي كوشي لا شارج ماكسيمال ار ام ريبيتيسيون ماكسيمال يعني هنا كندير لا فورس ماكس شارج ماكسيمال شحال كنبقى نعاود فيها خصني نلقاها غدا وكتزاد 120 130 140 يعني جو سوي غادي راني غادي ولكن ما لقاش بانها ديفلوبات بواحد الشكل خيالي باغ اكزومبل كانت عندي فورس ماكسيمال 60 شويه تولات عندي 140 يعني هنا بين ميزوسيك وميزوسيك خصني نعرف بان هذاك الشيء راه انورمال يعني راني ما حافظتش على لاماج دو بروغريسيون ديالي يعني داك الشيء يعني لو وصلت هنا 140 في لافان لاني فين غنوصل يعني هنا خاص تكون البروغريسيون اللي معقوله ماشي اكزاجيري عاوتاني لا فورس ديال لي مومبر انفيريور فورس ماكسيمال دومي سكوات حتى هو كندير لك هذا بالنسبه لي تيست التيست باش كيعطيوني هادو هما لي فاليز باش نعرف راسي واش غادي مزيان ولا ما غاديش مزيان قلنا لا سوبليس لو تيست جون دا هو اللي قلنا ديال لا ريغل غرادييت هو كندير التيست ديال لا سوبليس لونديرونس هي نقدر ندير ان تيست ديال لونديرونس ولكن الوغ بالنسبه للنقطه اللي قلت لكم ديال لا شارج ديال لي ديفيرون تيب دو لونسي الا خدينا هنا باغ اكزومبل هاد ليكزومبل اللي عندنا هنا دابا entraînement de lancer spécifique pendant la période de préparation. C'est-à-dire période à un seul sommet. Et on a un sommet ou un linéaire. C'est le nombre de lancers qui sont dans la scène. On a un autre chose qui est le nombre total par mois. Quand on a les lancers la semaine, je sais qu'il y a un matin octobre, et là, on a deux séances. Les engins points de compétition, les engins points de compétition, on a dit que c'est ça, on a dit, et là, on a dit, les engins légers, on dit les engins lourds variés, on dit 30, 30 مرات في الاسبوع. هنا عندي 60 مره في الحصه ديال لونسي 3 فوا بار سيمين. هادو راه كنقول ديما دي زونتليت كونفيرمي. لي جون الخدمه ديالهم بوحدها. نطرقوا لها من بعد نناقشوها هذيك بوحدها الخدمه ديال لي جون ديال 11 12 13 عام حتى 14 عام اللي كيكون عندهم لا كروسونس عندهم الخدمه ديالهم بوحديتها. خصنا نديرو لا ديفيرونس حيت حنا أغلبية كنا كنديرو شدو داك لو جون وكنكالكيو فيه لو بروغرام ديال أن أدولت وكنعبرو أن أدولت أون مينياتير وكنبداو نطبقو عليه هادشي نقصو مثلا لأدولت كتلقى عدو 30 هداك الصغيور كنقولو نديرو ليه 10 هذا كيلونسي بجوج كيلو ولا الصغيور نقول ليه نونسي ب 600 غرام مثلا هادي لا أما لو جون عدو الخدمة ديالو بوحدو لا من ناحية رونفورسمون ميسكولير لا من ناحيه لا تكنيك لا من ناحيه هذا وركزوا لي بزاف على لي جو بالنسبه لي جون اذا هنا لي زونجان لور لاحظتوا في كل موا اكتوبر نوفمبر ديسمبر جونفي فري مارس افريل ايتترا غادي ياك حنا كنلقاو شنو شحال من فوا كينونسي الا لاحظتوا لي زونجان لور غادي كينقصوا 30 مره 3 المرات واحد شويه 15 جوج مرات في الاسبوع يعني هنا لو فوليوم غادي كينقص لي زونجان ديفير لونسي ديفير حتى هما حدهم هنا في جونفي ما بقيناش كنديروهم هنا نقصوا ماي جوان جوي عاوتاني لا فان ديال لاني اش كنلقاو لي زونجان ديفير ما بقاوش لي زونجان لور بقى واحد لو غابيل ها هو بقى خطره خطره كنديروا انتي غابيل لي زونجان ليجي بداو غادي كيتزادوا زون ليجي لان وصلنا لا بيريود كومبيتيسيون لي زونجان ليجي كانوا ديك لا فور سبيسيفيك ديال لونسي وهذا لي زونجان بوان دو كومبيتيسيون حتى هما ولاو وهنا لي سيمين دونطريمون 4 4 4 ديال لي سيمين دونطريمون بالنسبه للنقطه اللي قلنا قبيله دابا نرجعوا ليها اللي كنا هضرنا اون جينيرال باردون فوالا كنا هضرنا لي زونجان دو لونسي هذاك الطابلو كيدقق لينا مزيان لي زونجان لور لونسي سون زيفور لي زونجان ريغلومونتير لي زونجان ليجي فيتيس سبيسيفيك هنا كيبداو لي زونجان ليجي لان كنخدم لا فيتيس سبيسيفيك ديال لونسي وهنا اونجان ريغلومونتير ولونسي فوازيناج دي ماكسيموم هنا كتولي على لونسي قلال وهذا هذاك لو طابلو راه مبين مزيان
هنا لا شارج دو طرافاي مسكولاسيون. لاحظتوا اللي مهم خصنا نفهموه هو لا ميم شوز. هنا كيكونوا لو نومبر دو ريبيتيسيون نون سيري كثير ولكن لا شارج قليله. فحدنا اوفيرا ميزيرو حنا كنزيدو في لا بروغراماسيون لو نومبر سيري لي ريبيتيسيون كيقلالو ولو نومبر ديال لا شارج كتزيد كتكثر. هي ولات هنا كاع حتى 110 في لا فورس ماكسيمال. غير النقطه اللي خصني نقول لكم هذا ماشي هو اللي كاين, هذا سيتون غير واحد لا في دون هو من الفوق, ولكن اوكور ديال هذا خلينا هاد الحصص اللي هنا راه كنلقاو فيهم داك الشيء, نلقاو فيهم ان بورسونتاج ديال حيت اللي جينا نهضروا هنا لا فورس ماكسيمال ولا فورس فيتيس. ملي كنقولوا فورس فيتيس راه كنعنوا بها لا بويسونس, وباش نخدموا لا فورس فيتيس لا فورس فيتيس خاصني لا شارج تكون ديك 70-75% ديال لا فورس ماكسيمال, ويكون دي ريبيتيسيون كيداروا رابيد اكزيكيسيون رابيد دو موفمون. دابا لا شارج ماكسيمال حنا ندخلوا واحد النقطه اخرى, غندوا نهضروا على لي فيبر بلونش لي فيبر روج كيفاش كيديفلوباو لي فيبر روج لي فيبر بلونش. كيف ما كتعرفوا لي فيبر بلونش هما لي فيبر رابيد كيعطيونا رابيديتي, ولي فيبر روج هما اللي كيعطيونا لونديرونس وكيعطيونا قوه التحمل. الوغ اون فوا كنخدم لا فورس ماكسيمال جو ديفلوب لي فيبر بلونش ياك لا فورس ماكسيمال لا شارج كثيره كنديفلوبي لي فيبر بلونش هما اللي كيعطيوني لا فورم دو ميوسكل. وهذا لي فورم لي فيبر روج كيعطيوني بحال قلتي قوة التحمل, حيت هاد لي فيبر بلونش نقدر ندير واحد لو موفمون يعطيني واحد لو موفمون اون بيريود قصيره من بعد يعياو هذوك لي فيبر بلونش ما عندهم فواحد قوة التحمل كثيره يعني, ولكن دغيا كيديفلوباو كياخذوا لو فولين كثير. لي فيبر روج العكس, لي فيبر روج كيعطيونا قوة التحمل كنخدمهم بلي شارج. يعني في البداية كنبداو نديفلوبي في لي فيبر روج في الأول لأن لي شارج كيكونوا قلال. وهاد لي باركور دو ميسكيلاسيون اللي كنبداو فيهم هما مكتوبين هنا لي باركور دو ميسكيلاسيون كنحاولوا نعتمدوا عليهم في ديك المرحلة الأولى بداية ديال البيريود بريباراسيون. هاي شتيها يعني الشهر الأول من البيريود بريباراسيون كندوزو تقريبا دي باركور دو ميسكيلاسيون ميسكيلاسيون جينيرال فورس جينيراليزي كنخدمو كاع لو كور نديرو حنا غادي وكنبداو سبيسياليزاو بحال دابا مول الجافلو اللي كيدير لا ديسيبلين جافلو غيكون عندو ان بروغرام ميسكيلاسيون كيغاير ان لونسور دو مارتو كيغاير ان لونسور دو ديسك. هنا من ناحيه الاسباب ميسكيلاسيون بحال دابا لا خدينا الديسك كيعتمد بزاف على لي بيكتورو الكتاف, عندما كنسبقو ليه شويه لو ديفلوبي كوشي نسبقو ليه السكوات لاغاشي بولي جيتي لو مارتو كيعتمد بزاف على غاشي لي بولي دي باركور عرفتو لي باركور سيركوي 80 دو ميسكيلاسيون كنديرو دي زاتولي وكم في واحد المجموعه كانت ماليزومبل كنعطيو مثلا 30 سكوند دو ريبيتيسيون في هذاك لاتولي كيدوز لاتولي 30 سكوند وريكيبيراسيون بيناتهم 30 سكوند. هذا ان اكزومبل نقدر نحسب بلي ريبيتيسيون نقدر يعني داك لو دوز نقدر نعطيه انا مثلا غيجي غيدير ليكزيسيس ديناميك جينيرال داك لي فونسيون يخدم 10 ويتسنى مثلا نعطيهم انا 30 سكوند يقدر يدير وقن يتسنى ويدوز لاتولي الاخر وغادي. هذا باش مزيان هذا الباركور كيخدم لو كور كامل وكتقدر تخدم به بزاف لي زاتليت لان كيخدموا به لاماس ديال لو كور ديالهم ما كيحتاجوش بزاف لي زاكري حتى كانوا دي زاكري كانوا ان شارج كتكون خفيفه شويه لي باركور دو ميسكيلاسيون. هنا كنبدا غادي كنسبيسياليزي والوقيته اللي كنوصل هنا مثلا في لابيرود كومبيتيسيون هنا راه نقدر الترني نقدر نخدم لا فورس ماكسيمال ونخدم مع لا فورس فيتيس في نفس الحصه. يعني كنخدم بهاد لا شارج وكنجي الترني اون شارج ليجير اكزيكيسيون رابيد نعاونها. هادي سي تي ميثود كاين بزاف لي ميثود لا ميثود بيراميدال كاين بزاف ميثود ميسكيلاسيون خاصهم حصه بوحدهم باش ندويو عليهم. اللي مهم هو اني نعرف كيفاش ندير لو تيست ديال فورس ماكسيمال نعرف لاتليت ديالي ندوزي لي لا فورس يعني ملي نجيبو غيخدم ليا مثلا ديفلوبي كوشي في هاد البيريود غنقول ليه انت مثلا عندك في السكوات كما قلنا قبيله 100 كيلو ديال الارام
غتجي غتخدم ليا ب 60% ديال الريم، يعني غتخدم ب 60 كيلو، غدير 10 لي ريبيتيسيون و 5 لي سيري تكرارات، 5 تكرارات و 5 سلسلات لي سيري ب 60 كيلو، ونكتب عليه فريقه ويعرف شحال عنده. حتى الاتليت يعاود يعرف، كيجي كيقول عندي 60 كيلو، ولكن 60 كيلو راه هاد الحصص ديال ميسكيلاسيون راه سو سون دي سيونس دونترينمون، حتى هما سيونس. شنو حتى هما كيبداو بلا بارتي انتروديكتيف، لا بارتي فوندامونتال، لا بارتي فينال. لا بارتي انتروديكتيف كنبدا التسخينات، كنسخن بالخفيف مثلا 20% 30% كيسخن الميسكل، وكندخل لا بارتي فوندامونتال هذه، ولا بارتي الاخرى كنديروا لاشمون ثاني، من بعد نقص شويه لا شارج، وفي الاخر رولاشمون. رولاشمون هنا نقدر نجي ديزالونجمون، نقدر ندير اون ريكوباسيون اكتيف في الاخر، لان مهمه في لا فان دو ميسكيلاسيون. من غير ستريتشينغ ولا سوبليس خصني ندير يعني لو ميسكل ديالي الوقيته اللي كنشارجيه مزيان. راه قلت لكم كاينه لا سوبليس اللي كتخدم هنا، لاحظتوا لا سوبليس ها هي هنا لتحت، كتخدم 20 مينوت 7 فوا بار ويك. فين ما كنخدم كاينه لا سوبليس، يعني هنا الميسكل ملي كنديفلوبيه اون فوليوم اون فورس راه خصني نيتيريه، جبدو ضروري لا سوبليس، ضروري زيتيرمون. ولي لين دروات هذوك راه مهمين، هذوك باش كيعطيو ديما ديك لا فيتيس سبيسيفيك هذيك باش يطلق شويه الميسك، ضروري دير شويه لي زالونج في الاخر. هنا كما قلت لكم كتصوب واحد اون فيش لاتليت، كتقول لي عندك حصه ميسكيلاسيون كتخدم ثلاثه التمارين. هنا في الاول كنخدم بزاف محدي وكنقص، كنحصه نولي نخدم فيها ثلاثه ديزيكزيرسيس، مثلا مول ديسك ديفلوبي كوشي اغاشي ولا لي بولي مثلا، وكنقول لي هنا شحال غتخدم، اشحال من سلسله، شحال من تكرار فيها، اشحال كيلوات غادي دير، وريقه نكتبها ليه ونعطيها ليه، حتى هو كيكون عارف راسو اش غيخدم ويجد راسو، ونعطيه لي ريكوبيراسيون بين ليكزيرسيس وليكزيرسيس، اون ريكوبيراسيون اللي تكون اكتيف، اما يدير ايتيرمون، اما يدير تروتيني، اما يدير شي حركه ما يوقفش، ماشي هذا باش يبقى لو ميسك ديما سوليسيتي. هاد الخدمه ديال لا ميسكيلاسيون خدمتها بوحدها، لان فيها بزاف الحوايج وهي لا باز، ماشي كنقول لا باز، ولكن من بين الحوايج المهمه اللي اما كتساعدني باش نديفلوبي لا ميسكيلاتيف ديالي. وهناك اختلاف كبير بين الخدمه ديال لا ميسكيلاسيون ديال لي زاتليت ديال لي لونسور والخدمه ديال لي بودي بولدين. هذوك بوحدهم، هذوك لي بودي بولدين كيقربوا غير لا فوليوم، علاش قلت لكم حنا كنخدموا لا فيتيس لا فورس فيتيس باش كنركزوا على ديك لينيرفاسيون، داك لو ميسكل يبقى انيرفي. دابا ملي كنقولوا لا فيتيس راه انيرفاسيون، يعني كيجيو واحد الموجات واحد لي دي دي بي من الدماغ بزاف لي فيبر وكيخدموا كاملين اون ميم طون، كيعطيوني ان غروند فيتيس. وهنا كاين داك الديفلوبمون ديال ساكرومير، هذوك الحوايج ما بغيناش نطرقوا ليه بزاف ديال لي ميسكل. المهم الخلاصه ديال هادشي اللي خصنا نفهموا، لو فوليم دو ميني لا شارج اوغمونتي، ونعرف كيفاش نخدم لا شارج مع الاتليت، هادي هي اللي مهم بالنسبه لو ترافاي ميسكولير. ولا تحت الفرصه ان شاء الله نخدموا نديروا اون سيونس ديال لا ميسكيلاسيون، حصه كامله كيفاش الخدمه ديال لا ميسكيلاسيون، كيفاش الانواع ديال لا ميسكيل، لي ميثود دو ترافاي دو ميسكيلاسيون في كل بيريود، وكيفاش التقنيات ريكوبيراسيون لي شارج اكسيتيرا. بزاف الحوايج لونديرونس مهمه، لونديرونس بالنسبه لا ريكوبيراسيون خصها حتى هي ما نساوهاش. ان لونسور خصو يخدم في كل حصه، خصو يدير ضروري ان يشوف مو على الاقل واحد 15 دقيقه. لاحظتوا هنا راه دو فوا بار سومين كيدير 30 مينوت، كاين اللي كيوصل حتى ل 40 مينوت خصو يكون اونديرون، ماشي ما ان لونسور ما كتهموش اونديرونس، ولكن راه مهمه لي لونديرونس، كتساعدو في لا ريكوبيراسيون بين لي سيونس، يعني لي سيونس الاول هذا. و بحكم جبنا لي سيونس خصنا نعرفو او كور دان ميزو سيكل، لان فيه ربعه الاسابيع. دابا ملي كندخلو للميكرو سيكل، الميكرو سيكل حتى هو لا ميم شوز. دابا عندنا لي كاليتي، هاد لي كاليتي ملي نبغيو نديرو اسبوع ديال الخدمه مثلا، ياك ان ميكرو سيكل اسبوع 7 ايام، هذا اتليت كونفيرمي، لي جون راه كنديرو 2-4 فوا بار سومين كيخدمو افيك دي جو اكسيتيرا. ولكن ان اتليت كيقلب على بيرفورمونس يقلب على ريزولتا، راه كاين اللي كيوصل حتى 2 فوا بار جور، 2 سيونس بار جور اكسيتيرا. حنا غنهضرو لي كاليتي ديالنا اللي غنخدمو، هاد لا فيتاز، لا تكنيك، لونديرونس، لا سوبليس، لا فورس، كيفاش يمكن لينا نشدو دوك 7 ايام وكل حاجه اللوحه في بلاصتها. لي برينسيپ اللي خصنا نعرفو بان لا تكنيك خصها تخدم والجسم مرتاح، ما يكونش
يعني ضغوطات وضرب تمارين بزاف، يعني ديما لا تكنيك كتسبق لو ترافاي دو فورس، لا فيتيس كتسبق لو ترافاي دو فورس، ولا تكنيك كتسبق لو ترافاي دو فيتيس. يعني لا فيتيس خدي فيتيس الرجيز كاع حتى هو وما كتضبطش لا تكنيك مزيان. دونك حنا بالنسبه لينا تقدر تخدم بحكم لي زاتليت ما كيكون الوقت بزاف، الا خدمتي حصه ديال ساعه ونص وخدمتي فيها دو لا تروا كاليتي كل حاجه تعطيها مثلا ان بورسونتاج راه مزيان. يعني من خلال غنشوفوا دي زيكزومبل ديال دي ميكرو سيكل كون انا تيت كونفيرمي غيحاولوا. هذا سيت ان نوتر تيب دو بلانيفيكاسيون لاحظتوا هنا. خديتو هنا شي نوماسيون بحال فورس اونديرونس، ملي كنا هضرنا فورس اونديرونس كنقدروا نخدموا بداك سيركوي ترينينغ لا فورجيناليزي، لاحظتوا كتخدم في لو مول الاولاني هنا كديفلوب هنا، من بعد كنبداو لا فورس ماكسيمال. لا فورس ماكسيمال هضرنا على ليبيرتروفي لي فيبر بلونش كيبداو يكبروا هذا. لا فورس فيتيس ها هي كتبدا هنا البيريود ديال علاش من البيريود ديالي هما هنا البيريود الاخرانيه دو بريباراسيون سبيسيفيك بري كومبيتيتيف، وكنبقى نمانتونيها. يعني اون ميم طون كنخدم لا فورس فيتيس وخدم مع لا فورس ماكسيمال. قلنا لا فورس فيتيس باش نعقلو كتخدم دي شارج خفاف، شو ماشي خفاف 60 75% افيك اون اكزيكيسيون رابيد دو موفمون. لا فورس ماكسيمال شارج تقال كنقدر نوصل حتى ل 110 في هذا نص دي ريبيتيسيون. علاش كندير لي شارج قلال باش ندير اون اكزيكيسيون رابيد في لا فورس فيتيس. هذا سي كومبل يعني كان ديفلوبي لا كاليتي. هنا ما نشوف هنا كاين هذا سي كان هضرنا على ريغويلا ديال لي شارج ديال لي زونجان لونسي. هادو لي باركور ان تيب دو باركور جي مني كنهضر على ريغويلا، ولكن هذا في البيرود هذا بي سبيسيفيك لان بدا كيدخل شويه لا شارج. وهذا بالنسبه للمارطو لاحظتوا كاين دي زيكزيسي سبيسيفيك للمارطو افيك روتاسيون اكسيتيرا. هاد السيركوي ترينينغ او باركور ديال الميسكيلاسيون الا لاحظتوا كيخدم لي ابدو لي لومبير لي زوبليك كيدور على كلشي، ويمكن لينا نعاودوه ثلاثه اربعه المرات. يعني السيركوي كنبدا مثلا كنبدا من هنا كندوز لهذا لهذا غادي من بعد كنرجع لهذا كنرتاح شويه ناخذ اون ريكيبيراسيون كومبليت دو 2 3 مينوت وكنبدا ان اوتر سيركوي. وفي راه ميزير كنزيد الاسبوع الاخر كنزيد نكثر من لو نومبر دو سيركوي، مثلا بديت ثلاثه كندير اربعه خمسه ولا فان دو موان نهبط عاوتاني ندير ثلاثه باش الجسم ديالي يعاود يخدم شي شويه. ريكيبيراسيون بين ليكزيرسيس وليكزيرسيس كتكون شي 30 سكوند حتى 1 مينوت على حساب الاتليت. هذا ديال المارطو باغ اكزومبل الجافلو تا هو كيبدا دي زيكزيرسيس سبيسيفيك للجافلو هنا نلونسو الجافلو ديال الديسك. هنا كنا هضرنا على البروغرام ايبدوماديير، يعني دوك لي كاليتي اللي خديت لا فورس لا فيتاس لا تكنيك لا سوبليس هادوك كيفاش غادي نحطهم في كل بيريود، غنحط كيفاش غيمكن لي نحط داك الميكرو سيكل ديالي ديك لا سيمين دونترينمون. انا في المثال في هاد لا بيريود بريباراسيون كيفاش غنحط من خلال داك الشيء اللي شفنا. كنجي مثلا لي شوفمون بالنسبه للحصار سي نورمال لي شوفمون لي زابيسي ديال لي باسيون بارونفيس هذاك الشيء كتعرفوه. بالنسبه لا سوبليس قلنا مهمه لي زيكزيسيس دو سوبليسمون ديفير مهمين بالنسبه لي لونسي لا سوبليس، سون سوبليس يمكنش دير ان بون لونسي سيرتو لي ديسيبلين لي كيعتمدو بحال جافلو كيعتمد على ان بون سوبليس ديال لي زيبول وداك الشيء ديال لي زارتيكولاسيون. دونك ملي كنقولو اسوبليسمون اسوبليسمون ديال المفاصل ديال لي زارتيكولاسيون و لي زيتيرمون ميسكولار هادوك راه خصهم يكونو تما في لافان ديال لا سيونس ستريتشينغ يكون ضروري يكون باش لي ميسكل كي بحال لي سيتيسور ديال ريكوبيراسيون اليميناسيون ديال لاسيد لاكتيك. حطو هنا وتقيل هذا اسم البيريود ها هو هذا هو انا خدام ثلاثه ديال دونك هاد فور جينيرال دو لونسي قلنا لونسي فاريي هنا لو لاحظتو ميتين بول 10 لي ريبيتيسيون لونسي دو مان دو توش فوتبول كاين لونسي هنا بيدي بجوج يعني دي لونسي فاريي بزاف لي لونسي فاريي. دونك هنا ملي كنسمعو لونسي فاريي كنعرفو واش من البيريود هادي ونشوفو لا فورس
كتعطينا حتى هي لا بيريود هي 5 حتى 10 لي ريبيتيسيون 5 لي ريبيتيسيون 10 5 لي سيري البدي ديال الاسبوع كنزيد شويه الوسط ديال الاسبوع كيكون الحصه تكون الحصه ان طون شويه وفي الاخر كندير ريكوبيري باش نوصل للكومبيتيسيون اللي غتكون عندي لحد نكون مرتاح لاحظتوا هنا جور 2 هو غيخدم مثلا هنا لاحظتوا هنا لو جور اخدم ميسكولاسيون جور 3 لاحظتوا خدم تكنيك فيتاس ها هي لونسي سون زيلون لونسي افيك فوت لونسي افيك فوت يعني 10 10 تا النومبر ديال لي لونسي كينقص وكنبقاو قراب لي زونجين دو كومبيتيسيون لا فيتاس هنا كتنقص 30 متر فيتاس ماكسيمال لاحظتوا هنا في الكومبيتيسيون فيتاس ماكسيمال ملي كنقولوا ماكسيمال كنقولوا لو نومبر دو فيبر موسكولير لي اكسيتي كيكون ماكسيمال يعني كنقلب على لينيفاسيون يعني اكبر سيرفاس ديال لي فيبر كيوصل لديك لينيفاسيون كنقلب على الماكسيمال هنا جوغ 4 وجا يعني هنا بدا كينقص خدمنا حصه قاصحه شويه هنا شي شويه ديس ريبيتيسيون هو 10 لي لونسي بلوزور 5 ياك هادو سون دي زيكزومبل بحال دابا جوغ 6 كومبيتيسيون دو بريباراسيون هنا ريجينيراسيون مثلا ولا هنا غولاشمون هنا كومبيتيسيون يعني هنا في بيريود كومبيتيسيون كنحاول نخدم بحال دابا الاربعاء الخميس قاصح شويه ومن بعد كنضرخ شويه الحصص يكونوا خفاف شويه دونك هذا الخلاصه